والسيد فايز السراج كل ما اعتنى منظر دولي في الامم المتحده او زار احد الدول يطالب برفع حظر السلاح عن ليبيا. لماذا السيد فايز السراج لا يطلب برفع حظر استيراد العمله الصعبه ودخولها الى ليبيا؟ لماذا لم يستخدم دعم حكومته في مطالبه الولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي برفع حظر دخول العمله الصعبه الليبية؟ اذا دخلت هذه العمله وصرفت النفقه 500 دينار وقبض الليبي المواطن الليبي 500 دولار في ليبيا، هذا حيؤدي الى انخفاض الدولار وحيكون هناك معروض في السوق. ولكن صدقني يا استاذ محمد، وهذا الكلام وجهه وكلام سيد علي واستاذ محمد مقنع فعلا، ولكن لا توجد هناك رغبه سياسيه لحل هذه الازمه، ولم يقوم المصرف الليبي المركزي باتخاذ الاجراءات القانونيه المنصوص عليها في القانون لتحديد سياسه نقديه لاداره الازمه واداره النقد ووضع حلول عاجله الى هذه الازمه، بل ترك للسوق الموازي والتجار يكتنزون في بيوتهم ما يزيد عن 424 مليار دولار سبب في هذه الازمه. اذا لم تكن هناك جديه ورغبه سياسيه فانا اقول ان هذه الازمه ستستمر معنا الى وقت، يعني اتمنى ان يكون بعيد جدا يعني.